السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم مائدة صحية كيف العادة، ولكن هذه المرة بوصفات سهلة ما كتاخدش بزاف ديال الوقت. وغادي نشارك معكم كذلك واحد طرطة أو جاتو بارد اللي وجدته للسحور، نتمنى إن شاء الله يعجبكم. عجب بزاف بزاف الوليدات ديالي، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوه ويعجبكم. بسم الله على بركه الله، تفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. اول حاجه هنا خديت هاد بوتي تي بوتر اللي استعملت، يعني بحال هو نوع من الفارينه. نتوما ممكن الى عندكم الزرع المفسخ او ممكن تستعملوا ايبلي، واحد الزرع اللي كيتباع كيكون مفسخ في السوبر مارشي. كرقدتو انا 24 ساعه وغسلته مزيان، ودابا خديت البصله الخضريه غنديرها تشحر واحد شويه على نار هادئه. بالنسبه للناس اللي كتسائل على التشحار، فممكن تاخذوا هذاك الترمومتر اللي كتعبروا به اللي ديال المطبخ خاص وتعبروا، راه اصلا زيت البلديه راه كتحمل حتى 200 درجه، وهي ما كتوصلش اصلا، حتى ما كتفوتش حتى يعني كتوصل 90 درجه. مهم درت البصيله الخضريه تشحر على نار هادئه، وجيت هنايا باش عندي غسلت الزرع اللي هو البوتي تي بوتر. زدت عليه هنا صلصه الطماطم، ملحه، شويه الكركم. صلصه الطماطم عندي تقريبا شي 300 غرام، وعندي القزبر يابس، فلفله حلوه، وشويه البزار. البزار انا استعملت البزار الابيض، والثومه استعملت تقريبا شي 3 ديال الفصوص ديال الثومه والهريسه. هاد الوصفه هادي كتجي لذيذه بزاف، ممكن توجدوها حتى بالرز، الرز الكامل بالحق باش الا بغيتو ديروا نفس الطريقه ديال الطهي. بالنسبه للهريسه وريتكم بان نفس الهريسه اللي شاركت معكم المره اللي فاتت راه هي باقا كنستعملها. هنا زدت القزبر طري، صافي. من بعد ما تشحرت ليا البصيله الخضريه زدت هنا واحد حبتين جزر او زوج ديال الخيزوات اللي حكيتهم باش يهرسوا ليا شويه ديك الحموضيه ديال المطيشه، كيطلقوا ديك الحلاوه كتهرس الحموضيه ديال المطيشه. صافي، وغادي نزيد دابا هذا الخليط. يعني وصفه سهله كطيب غير راسها، ما كنقابلوها ما والو. يعني مائده اليوم غتكون بدون خبز، غير رقدوا دائما الى عندكم الرز ولا غتستعملوا الزرع المفسخ ولا هذا، دائما رقدوا واحد 24 ساعه باش تخلصوا من واحد النسبه كبيره ديال، يعني تقدر توصل حتى 80% ديال الاسيد فيتيك. هنايا غادي نزيد يعني نشلل ديك الصاله ديال من الصلصه. صافي، وغادي نزيد القياس ديال الماء، يعني حتى غنغطي عليه وغنخليه يطيب. هو بما انني رقدته ليله كامله فما غيحتاجش بزاف ديال الماء. زدت شويه ديال زيت الزيتون وزدت شويه ديال الماء، غير غطيت عليه. صافي، وكنخليه يطيب على نار هادئه ساعه. هما كاتبين 45 دقيقه، ولكن بغيتو يكون شويه يعني يكون طيب مزيان، درت ساعه. صافي، هنايا بالنسبه غندير واحد الطريفه ديال الحوت. استعملت الطريفه واحد الطريف ديال الحوت قطعته، وزدت شويه ديال القزبر طري ونص حامضه، شويه الكمون. ثوما شفتو راه غير شويه، ما استعملش بزاف. صافي، وكنحرك مزيان باش هكا كيجيو بنانين. وهاد الطريقه هادي ديروها دائما، راه الحوت كيبقى كيدوب ليكم في الفم، كيجي رطيب. هنا صافي حتى طاب مرات ساعه. صافي، طفيت عليها دابا ونزلت هذاك الحوت. غدا غنغطي عليه بداك الايبلي البوتي تي بوت، عفوا. وصافي، وغدا نغطي عليه ونخليه صافي كيطيب غير بديك الحراره ديال داك الخليطه ديال البوتي تي بوتر مع الصلصه. هكا كيجيكم داك الحوت رطيب، ما كيجيش ناشف. هنا خديت البصله الخضريه قطعتها، وقطعت هنايا الشامبينيون. عندي هنا واحد نص كيلو 500 غرام ديال الفطر،
الفطر ديال باغي. صافي عصرت عليه حامضه باش هكا ما يكحل لياش، وزدت زيت الزيتون والملحه، وغادا نديرو يتشحر مع ديك البصيله، كيطلق ديك الماء ديالو كيطيب مزيان هكذا باش ما كيلواش. هنا عندي واحد جوج ديال الفصوصه ديال الثومه، وعندي واحد طريف ديال الزنجبيل. الزنجبيل الا لقيتو بيو كيكون غير صغيور، هذاك راه ماشي مغير وراثيا، كيكون زوين. صافي هنا دوك عندي واحد الحوته كانت شطت ليا من ليله الامس، حوته ديال الميغلو، قطعتها درتها بكلشي ليها، كتزولو غير داك العوينه باش ما تطلق ليكمش المروره. من بعد ما تشحرات تشحر ليا الفطر، كنزيد ديك الحوته كنخليها بكلشي ليها باش تطلق حتى داك الكولاجين اللي كيكون فيها. صافي وغادي نرجعها طيب. من بعد غدا ان شاء الله نزول داك نزول العظيمات، ونزول يعني السلسول ولا هذا والشوك. هنا صافي كنغطي عليها، من الاحسن نغطيو عليها بالماء سخون. الامنيه طيب هنا زدت واحد يكون تحتها كالخلف. كتزيد عالم كبير جالس مع طلبتي يحدثهم، زدت هنايا فاخرت امه تنادي تنادي بعد يعني انا كنت نسيت ما ضفتهمش في الاول. صافي هنا غادي نجي باش نوجد دي سوشي بالطريقه ديالي، يعني صحيين ما كي يعني صحيين اكثر. هنا استعملت هاد السومو سوفاج، شفتو راه كيتباع في اوشون، كيتباع ديال يعني السوفاج، لو بغيتو مره تستعملوه واخا فيمي ماشي مشكل، مره المهم هاد الشيء كيعجب بزاف الوليدات كيفرحوا به. هنا انا خديت غير الزيت ديال الفلفله حاره، كنزيدوه في واحد لافوكا هنايا، ونزلت عنده قطعت داك السومو طريفات، وعندي واحد الحبه ديال الخيزو اللي حكيتها كنحرك مزيان. وهنا تاني راني عصرت عصير ديال الحامضه، وهاد السوشي كيعجبني انا بالحامض، ما كتعجبنيش داك المذاق ديال داك الورق ديال النوري، واخا راه صحي بزاف بزاف بزاف، غني باليود. هنا زدت ديك هنا بحال شكل سلطه، درت فيها سومو فيمي، زدت فيها شويه البصله الخضريه، وزدت فيها شويه القزبر. هنايا داك الافوكا كنسرحها بحال هي اللي غترطب ليا داك الورق النوري باش يتلصق ملي نلويه، يعني في بلاصه الروز درت هذا، درت لافوكا. صافي وهنا غادا نزيد لاكتو فيرمونتي، هذا لو شو ولا الكرومب الاحمر او الملفوف الاحمر اللي كنت يعني مخمر، اللي كنت شاركت معكم، هو اللي زاد واحد البنه زوينه زوينه بزاف بزاف. صافي وكنلوي، وراه كيلصقوه ما بما ان يعني لافوكا درتها سرحتها مزيان، هي اللي غادا تلصق. صافي من الاحسن انكم تلويوهم كاملين عاد تقطعوهم هكذا باش كيلصقوا مزيان. نتوما عمروهم بالخضر اللي بغيتو، غير هي ننصحكم يعني خاصة الا ما غتستعملوش الصلصة. انا هنا ما استعملتش الصلصة لاني درت فيه الحار، ودرت فيه يعني فيه داك اللاكتو فيرمونتي، فيه داك يعني مخلل، فيه الحامض، فما درت لا صلصة، لا ما درتش صلصة. مرة اخرى ان شاء الله. صافي قطعتهم كيف كتشوفوا، ولا نتوما ناويين ديروا الصلصه فماشي ماشي مشكل الا ما كثرتوش يعني الحامض وهذا في الداخل، ف يعني اي خضر عندكم ممكن تستعملوها لداخل، يعني بحال السلطه اللي مولفه كندير درتها هنايا في هذا الورق النوري اللي صحي بزاف. هنا غدا نقطع غير شاطولي هاد الوريقات هادو، وهي تجيني الفكره نديرهم بحال شكل بريوات. وانا خديت الخضر مخلله، لان هذيك الخضر واحد الخضر المخلله اللي مرقدتها بالماء الماء والملح، هذه ما بغاوهاش ليا الوليدات اللي فيها لوشو والخيزو، ما عجبتهمش. لذلك دابا وليت كنديرها كنطحنها، اما كنطحنها وكنزيدها في لي سالاد، او كنحكها غالبا كان غير بحال اللي كنقشيها في الروبو، وكنخل ندخلها في الوصفات ما كتبان ليهمش ما كي هذا، اما باش ما فيهم مين جاتهم قاصحه
خي الزقاق صح، وهذا ما فيهم من دغ. صافي هنا كيف شفتوا راني عشيتها وزدت ليها هنا شويه ديال القزبر، يعني كترت شويه القزبر باش نبننها مزيان، وزدت شويه ديال الحار والحامض ما زدتش لان هي محمضه. صافي ممكن الى عندكم زدت شويه ديال البصله الخضريه مقطعه صغيره، ولا عندكم الحبق حتى هو كيجي ممكن تزيدوه بواحد الكميه كبيره كيجي خطير فيها. وهنا زدت الزنجلان، من الاحسن يكون محمص شويه باش يجيكم بنين. وهنا زدت باش نتاكد بانهم غياكلوها، زدت شويه ديال السومو فيمي باش نزيد نبننها. لذلك هنا ما كتحتاجوا تزيدوا الملح بالمره لان الخضر المخلله المخمره يعني مالحه فيها الملح. صافي هنا درت بحال شكل بريوات، كنقطع داك الجنيب ديالها باش تدخل. صافي وراه كتلصق حتى هي مع كنتفزق بهاد الخضر هادي كتلصق. وهادو مزيانين توجدوهم وديرهم في واحد البواطه وتخليهم في الثلاجه حتى توقع تبغيو تقدموهم كتجبدوهم من الثلاجه. صافي عجبتني الفكره بزاف بزاف، غدا ان شاء الله نوجد بها وصفات اخرى باذن الله. يعني اكتشفتها غير هاد النهار هذا فاش كنت كنوجد هذا. صافي هنايا من بعد ما طاب هذاك الحوت غدا نزولو. هاد الشوربه راه كتجي بنينه 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 بزاف، الا بغيتو راه ممكن تطحنوها. انا ولادي كيبغيوها هكذا، انا كون ما يكرهوش ياكلوا بحال هاد الشوربات كل نهار، كيبغيو الشوربات اللي فيهم الحوت وكيكون فيهم الطريفات ديال يعني اي خضره تكون باينه ما تكونش مطحونه كيفضلوها. زدت شويه ديال الهريسه، زدت غير الزيت ديال الهريسه، شويه ديال القزبر وداك الحوت اللي نقيته مزيان من الشوك وزدته. وهنا زدت هاد الطحالب ديال البحر باش هكا كتولي يعني الغداء الفطور ديالنا كان غني باليود هاد النهار. صافي وخلطت مزيان، يعني راه غير شويه شويه من الحاجه، يعني راه ماشي داكشي ماشي كتير، وكانت فيه البركه الحمد لله. صافي ها هي الشوربه ديالنا، ما غنزيد زيت زيتون لاني يعني زدتها في الاول. صافي وهنايا ها هي الابلي ديالي وجد، ابلي نولي ابلي بيتي تي بوتر. صافي كنرشوه هنايا بشويه ديال القزبر، ودوك الطريفات ديال الحوت زولتهم من الاول في واحد التبصيل، وعاد حطيتهم من الفوق هكذا باش ما يتعجنوش باش ما يتخسروش. صافي هنا غنمشيو باش نوجدو حلوه ديال السحور اللي جات بنينه بزاف. هنا غدا استعملت 400 مليليتر ديال الماء وطحنت فيه، كانت عندي واحد الكوك طري قطعته وطحنته فيه وصفيته. الا ما عندكمش الكوك ممكن ديروا كاس ديال الكوك الا كيعجبكم الكوك، ما كيعجبكمش الكوك ممكن ديروا حتى الحليب العادي يعني الحليب ديال البقر او حليب الماعز، او ممكن ديروا اي حليب، حليب اللوز، حليب الشوفان، حليب اي حليب بغيتو ممكن ديروه. هنا غنعبر 300 مليلتر ديال الماء، ضروري تعبروها البنات بالميزان. هاد الوصفه ما تصدق لكمش الا ما عبرتوش، لان بحال لاكاغاكا الا كثرتو منها كيجيكم داك الحلوى قاصحه يعني كتجي ناشفه، الا قللتو قدر ما تقبط ليكمش. هنا درت 300 مليلتر ديال هذا ديال الماء، زدت عليه ملعقتين. بنات هاد الوصفات كلهم اللي كنشارك معكم راه ديولي يعني من الابتكار ديالي، يعني تجارب كنديرها وكنعاودها. هنا عندي ملعقتين ديال لاكاغاكا، غندوبها في 300 مليلتر، كندوبوها في الماء بارد، ومن بعد كنمشيو كنسخنوها. ضروري خاص تطلع فيها الغليه باش تاكدوا بان راه داك لاكاغاكا عطات المفعول ديالها. هنا عندي 100 غرام ديال زريعه نوار الشمس، وعندي 100 غرام ديال الزبيب. الزبيب ممكن تعوضوه بالتمر، هاد الحلوه هادي جات شويه ناقصه في السكر، الا بغيتو تجيكم حلوه ممكن تكثروا من كميه ديال يعني ديروا حتى 200 غرام ديال التمر. انا درت غير الزبيب هاد النهار باش نبدل شويه، درت 100 غرام. بغيتو ديروا 200 غرام ممكن ديروا 200 غرام، بغيتو ديروا السكر جوز الهند ممكن ديروه.
صافي هنايا كيف شفتوا صافي راه طلعت فيه الغليه. درت داك زدت واحد طريف ديال تقريبا 50 غرام ديال الشوكولاتة غير باش يعطيني المذاق. في هذه الوصفه ممكن نستغنوا عليه. بالنسبه يعني الحليب ديال الكوكو والزبيب وزرعت نوار الشمس، راه ضروري خصكم ترقدوهم باش يجيوكم مطحونين مزيان. هنا عندي سكر جوز الهند كندير معاه دوك الفاني، العويدات ديال الفاني كتلقوا فيه الفاني، كيولي عندي السكر فاني في الدار. زدت انا زوج ديال المعلقات باش نغطي تماما على الحليب ديال الكوك، لانه ولدي ما بقاش كيبغي يطلع عليه في الراس. ما حاولت النهار نغطي عليه ما امكن. زدت هنايا بودره ديال الكاكاو، هذا الكاكاو هذا راه ماشي طوغي فيه، ماشي محمر سمحوا لي. المهم انا غنخلي لكم ان شاء الله المقادير اسفل الفيديو مضبوطين. صافي كنخلط مزيان، يعني ضروري ديك زريعة نوار الشمس ترقدوها على الاقل واحد 4 سوايع، والزبيب او التمر رقدوهم، والا كان عندكم معلك راه صافي ماشي مشكل. ممكن تستعملوا سكر التمر، ممكن تستعملوا سكر جوز الهند حتى هو كيجي مزيان. هنا كنزيد واحد شويه ديال الملحه باش كنقاد، يعني باش كنقاد المذاق، باش المذاق كيجي متوازن. هنا زدت شويه ديال القشره ديال الحامض كيف كنقول لكم، يعني غير باش نغطي تماما على حليب ديال الكوك، يعني كان خاصني نتخلص من المذاق ديال الكوك. هذيك الكوك كانت عندي خاصها، يعني خاصني نستهلكها. صافي من بعد ما داب الشوكولات في الخليطه ديال لاكاغاغا مع الماء كنخلط بسرعه. هاد المرحله كديروها بسرعه، يعني كتكونوا مجدين المول ديالكم باش دغيا باش ما يجمد ليكمش وما يتخسر ليكمش المنظر. شفتوا راه دغيا كتجمد لان الخليط بارد ولاكاغاغا سخونه، يعني كتخلط مع البارد دغيا كتفيجي دغيا كتجمد. صافي هنا قديتها وغدا ندخلها للثلاجة تقريبا ساعه ونص ساعتين كتجمد، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ممكن تخليوها حتى لثلاثه سوايع الا بغيتو. صافي ها هي جمدات، ساهله ماهله، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ما فيهاش المقادير بزاف. صافي هنا غير وريتكم ملي كتكون قابطه راسها مزيان، يعني تقدروا تزولوا حتى الورق بدون بسهوله. صافي هنا ذوبت غير شويه تقريبا 50 غرام ديال الشكلاط ومع واحد المعلقه ديال زيت الكوك باش تولي واحد البغيونس، باش يولي داكشي يعني يولي واحد اللمعان. صافي وزينتها هنايا بالقليل من جوز الهند. بالنسبه لهاد الشوكولاته هذا انا غير باش نسرع شويه في بغيت نصور بسرعه، داكشي علاش ما خليه يبرد واحد شويه، انا ما خليتوش يبرد، يعني زربت عليه باش هكا كتحكموا الا بغيتوا يعني يجيكم المنظر زوين في الجنيبات. وصافي انا قطعت دابا طريف باش تشوفوا ان شاء الله كيفاش كتجي من الداخل. ما كنتش مقطعاها مزيان، هانتوما كيفاش كتجي من الداخل. دابا نقطعها معاكم باش تشوفوها مزيان، قربت لكم الكاميرا باش تبان لكم مزيان. ترى كتجي زوينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر كيف العاده. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى كلامكم الطيب، الله يجازيكم بخير. وكذلك حتى تطبيقات ما شاء الله وصلوني بزاف ديال التطبيقات، ان شاء الله غير نلقى الوقت وغدا ان شاء الله نبيبليهم في انستغرام. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. الى فيديو جديد ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.